بيع قميص ب 500 بألف. هاي ملابسك هاي؟ اي تبيعها؟ ايش تبيع ملابسك؟ ايش تسوي؟ لا تروح تبوق؟ يعني اذا وصلت بي المرحلة اني لو انتحر لو اتخذ غير طريق. يكتنز الدستور العراقي وسط ملابسه الشخصية التي عرضها للبيع، يقنع نفسه ان دوام الحال من المحال، وان حقوقه التي كفلها هذا الدستور آتية عاجلا ام آجلا. هاي ملابسي؟ اي والله ملابسي هاي. هاي تبيعها؟ ايش اسوي انا اروح؟ اي لمن انطيه؟ يعني انا قلت لي بعد كل ملابسي. هي هاي تمشى حاجتي، جقاير ادخن وكذا. هذا شنو؟ هذا الدستور العراقي. الدستور العراقي، ايش عندك شايل الدستور؟ احفظ بيه المواد. تحفظ بيه المواد؟ اي احفظ بيه المواد. جاي تبيع ملابسك؟ اي احب يعني اطلع على الدستور مالتنا، ولكن ما مستفادين بشيء. هاي الفقره، هاي الباب الثالث راح قدامك. اذا اني تكفل الدوله للفرد وللاسره وبخاصه الطفل والمراه الضمان للفرد الاجتماعي والصحي. تعجل ليش هاي النقطه محددها؟ وهاي تكفل الدوله الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخه او العجز عن العمل. شيخوخه او المرض او العجز عن العمل، لان الثلاثين طبقا عليه. شنو الربط بين ملابس والدستور شايلين بعلاقه؟ هناك كاتب لك الدخل المناسب والسكن الملائم. وين هاي؟ ماكو بس بس كتاب بس مكتوب. وين السكن الملائم؟ حياه مدلوله وسكن ايجار يوميه حاله حال الجزء المهجر. خلص بالحدايق. اي يوم بهاي الحديقه، يوم بذيك، يوم وحده يوم الرواد. أبو عراق تضحيات مستمرة وواقعه مأساوي، شأنه كشأن ملايين العراقيين. هاي وحدة، هاي اثنين، وبظهري وحدة. كم إصابة عنده؟ ثلاثة. ثلاثة إصابات. يعني انطيت لهذا البلد دم. ولكن هذا البلد ما نصاف لي، لا أنا ولا عائلتي. هسه أنتوا مصيركم شنو؟ ما عندكم مكان؟ أنا غراضي بالسطح. أبو البيت مهددني بغراضي، يعني يقول لي أنا أشمرك، يعني تهديد مباشر الطانية، قال أذبك من السطح أنت وغراضك. والله عليه شهرين ما منطي، أروح أدور على عمل يوميا من الصبح أطلع ما أرجع إلا الساعة 3 بالأربعة العصر. حقوقك ما أخذتها؟ لا. أمنيته بسيطة جدا، طموحه أن يوصل أولاده إلى بر الأمان وأن تعيش عائلته حياة كريمة. أنا والله كل شيء ما أريد من البلد، بس رايد الراتب الرعاية. يعني اريد اوصل ولدي بالدراسة، شو ما اريد، ما اريد ببطلهم واخليهم بالشارع، لان الشارع خطر. انتم بقناة تجلون تشوفوا الامور اللي قاعد تصير بالشارع. زين؟ طلاب؟ طلاب مدارس، واحد ثالث واحد ثاني، كل شيء ما اريد من الدنيا، بس اريد اوصلهم بالدراسة. يعني شنو راتب رعاية اجتماعية 300,000 دينار؟ صعبة على الدولة، كبيرة على مواطن. من بغداد، مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.